يقول السائل: ما قولكم فيما يجري الآن بين طلبة العلم من تزكيتهم لأنفسهم بقولهم أنا عالم، حتى قال قائلهم أنا أمة لوحدي، وما حكم هذا القول؟ التجربة نجربه نشوف هل هو عالم ولا ما هو بعالم. دعوة ما تكفي، إن كان هو عالم ظهر علمه وعرفنا علمه، أما مجرد أنه يدعي أنه عالم فنحن ما ندري عنه إلى الآن. نعم.